كمان معانا على التليفون الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات بهيئة قناة السويس وكمان الموانئ. صباح الخير عليك سيادة الفريق، وبنبارك لحضرتك. ومن امبارح واحنا بنتابع تصريحات سيادتك بانه سيتم حل الأزمة خلال 48 ساعة، والحقيقة انه كان بالنسبة لنا احنا كمواطنين عاديين حلم، عايزين نصحى الصبح نشوف قناة السويس اتفتحت. الحمد لله، يعني ما توفيقي الا بالله سبحانه وتعالى. احنا مصر معلمانا كويس قوي، خلاص، والعلم بيظهر وقت الموقف. كل حاجه اتعملت بالحسابات. يمكن كنت انا الو مع حضرتك يا فندم، اتفضل. كنت مع الاستاذ عمرو اديب امبارح، وقال لي، قلت له النهارده هتنزل المركب، ولو تاخرت بكره بكتير. دي حسابات. حسابات مد وجزر، وحسابات مركب، وحسابات اتزان، وحسابات تكريك. واحنا الحمد لله يعني بلدنا عالميتنا كويسه قوي. ففعلا الساعه 4:30 المركب نزلت وعامت، ودلوقتي بتعمل لها يعني بعض الصيانات قبل ما تخش في الايه المجرى الملاحي. فانا عايز بس اقول ان المصريين اقوياء، ومصر بخير. احنا عندنا علم وكفاءات رائعة، وقناة السويس فيها كفاءات من المرشدين والمهندسين والعاملين والموظفين في منتهى الروعة. وأنا كان ليا الشرف إن أنا أخدهم لمدة 7 سنوات. محدش يقدر يجرح مصر أو يقرب ناحية مصر. الحاجة الثانية إن إحنا لازم بقى نتعلم من اللي حصل للمستقبل عشان ما يكررش تاني. يعني لازم يحصل أناليس أو تحليل الحادثة والواقعة تماما، كل صغيرة وكل كبيرة، و نحفظ هذا التحقيق وننشره على المرشدين علشان لا يتكرر مثل هذا الحدث مره ثانيه. عايز اقول لسيادتك الحدث ده قفل قناه السويس، ودي اول مره تغلق قناه السويس من حرب 67، يعني من 54 سنه. وان شاء الله مش هيتكرر ثاني، لان ظروفه كانت صعبه جدا، والتطور حصل في الشيب بيلدنج او بناء السفن، بقت السفن حجمها كبير جدا وممكن يعبي فيها الريح، وكانت المناورة ضيقة جدا، والحمد لله هي دخلت طبعا في الصخر والرمل، لكن الحمد لله بعقلية المصريين قدرنا واحد واحد واحدة واحدة إن شاء الله نسحب السفينة ونعومها ونرجع نلاحها بصورة طبيعية في قناة السويس. طيب، من واقع خبرة سيادتك سيادة الفريق، إيه اللي ممكن يتم عشان نتفادى تكرار مثل هذه الحادثة مرة تانية، وده اللي هيطمن بالمناسبة الشركات العالمية؟ أنا يعني أنصح امتلاك سفن قطر عملاقة موجودة في قناة السويس، لأن أصلاً السفن اللي بتمر دلوقتي بقت سفن عملاقة. فلازم عندي قوة قطر كبيرة جداً، لازم أهتم بتدريب الأطقم على أعمال الإنقاذ السريع. الحمد لله الأعماق في قناة السويس تسمح بمرور السفن العملاقة، لكن لازم اتدرب على عمليات الانقاذ بالنسبه للسفن الكبيره في الفتره اللي جايه، وادرب التيم ورك بتاع السلمج او الانقاذ على العمل الجماعي وتنفيذ اعمال الانقاذ في خلال الفتره الجايه ان شاء الله. سياده الفريق، كيف تقرا السيناريوهات القادمه دوليا في التعامل مع قناه السويس بعد هذه الازمه؟ لا، ان شاء الله ما يكونش في اي حاجه. خروج المركب ده بيحل موقف كبير قوي، وده بقول لحضرتك ده موقف من 54 سنه. يعني ما مش متكرر يعني. والمركب لما خرجت يعني هتعمل نوع من الهدوء، اللي طبعا كل شركات التامين وكله يعني هو اللي بيدفع التامينات على السفن اللي بتمر في قناه السويس، فكان في فكر ان هم يعلوا التامينات ويعلوا الفئات بتاع التأمين على شركات تستخدم الممر الملاحي في قناة السويس، لكن بعد خروج المركب إن شاء الله أعتقد إن الأمور هتهدأ والملاحة هتصير في قناة السويس صورة طبيعية بإذن الله. طيب سيادة الفريق، يمكن دي أكبر سفينة حاويات مرت من مصر، ولا كان في حاجات تانية أكبر منها؟ لا في أكبر. وعدت الحمد لله بسلام وما كانش في أي مشاكل؟ وعدت الحمد لله بسلام. طيب عظيم، نعرف من سيادتك برضو دور القطارات المصرية في تعويم السفينة. طبعا كان دور رائع، يعني ان احنا طبعا بيبقى فيه لما بيحصل كده بيبقى فيه خطه
للانقاذ. في بلان بتتعمل، بلان وفي بلان 1 وبلان 2 وبلان 3، لكن البلان دي معموله يا فندم، دي معموله مسبقا، هي مرتبه جدا. والقطارات بتاعت الهيئه هي اللي تم استخدامها، عدا في اليوم الاخير او اليوم الاول الاخير جبنا قطرتين او ثلاث قطرات من شركات ثانيه اقوى في الشد، لان السفينه كانت محمله 224,000 طن، حوالي 18,000 19,000 حوالي. فجبنا قطرات قويه جدا مع القطرات المصريه وقدرنا نشد السفينه الحمد لله. يعني كنا نقدر نعمل كل حاجه لو كانت كل القطرات مصريه بقوه شد عاليه فقط. بالظبط كده. سيادة الفريق، حضرتك كنت متوقع ان احنا هنوصل للسيناريو الاخير بفكرة تفريخ الحاويات، ولا حضرتك من يعني طبعا خبرة حضرتك كنت شايف ان احنا لا هنفضل في السيناريو اللي هو بتاع التكريك ومحاولة يعني استخدام المد والجزر ل يعني حل مشكلة السفينة العالقة؟ هو طبعا من خبرتي لازم اتوقع كل حاجة وابقى جاهز لكل سيناريو. احنا كنا شغالين على سيناريو المد والجز وجاهزين للسيناريو اللي قام بيه سياده الرئيس اللي هو تفريغ حموله السفينه، وفعلا تعاقدنا مع اوناش وتعاقدنا مع سفن تيجي تاخد حموله السفينه، لان تايم از ماني، يعني كل ما هتتاخر كل ما في تكلفه اكتر، فلازم انت بتشتغل يبقى في دماغك اكتر من حل وتكون قادر على تنفيذهم ومنسق لتنفيذهم. مش هنبدا نقول هنعمل ايه، لازم نكون عارفين عاملين قطه احنا هنعمل ايه من الاول، وعلى المسار ده او المسار ده او المسار ده. طيب سياده الفريق، في اعتذار من الشركه المالكه للسفينه، ده بيشير لايه يا فندم؟ اعتذار؟ قدموا اعتذار؟ ايوه. طبعا الخطا خطا ربان السفينه. خطأه قلبا وقالبا زي ما بنقول كده، يعني ما فيش اي تدخل. هذا هو المسؤول الاول والاخير. تمام. وبالنسبه للي بيكون في شخص من هيئه مرشدي قناه السويس موجود، لكنه المشوره فقط زي ما قال فريق اسامه ربيع. رايه استشاري فقط. لكن المسؤوليه مسؤوليه قناه السويس. طيب يا فندم، تصدر قناه السويس لكل الاخبار وكل المواقع، اعتقد انه ناس بتتكلم عن حمله تسويقيه عالميه لقناه السويس واستغلال لهذه الازمه. يعني انا طبعا أشيد بكده ونادي بكده، لأن الأزمة يعني تم حلها بطريقة مصرية بحتة وعمالة مصرية ومرشدين مصريين ومهندسين مصريين، دي فرصة إن احنا نقول لهم لأ. دلوقتي أولا أهمية قناة السويس بالنسبة للعالم بانت قوي في هذا الموقف، كمان عملية الإنقاذ بواسطة المصريين دي برضه يعني تقول إن مصر بخير ومصر قوية ومصر أقوى دولة في المنطقة. حتى قطرات كمان يعني مصرية وصلت، حتى ما اعتقدش انه لحقنا نستخدمها. لا، الى حد كبير، اصل القطرات ليها كذا اسلوب استخدام، في قطرات للشد وفي قطرات للدفع، فتنظيم العمل كان جميل جدا وكان رائع، والحمد لله ان هو جاب النتيجه المرجوه منه في اخر العمليه. فريق مهام مميش، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون مشروعات قناه السويس والموانئ البحريه، شكرا جزيلا ليك يا فندم. انا متشكر جدا، الف شكر لسيادتك.